وصلنا مشاهدينا لحكيمين يا خلونا نمسي سوا على عابد. مساء الخير. مساء الخير عابد. يسعد مساكم ايهم ونور، ويسعد مساء جميع مشاهدينا في كل مكان الى هذه الوقفه الجديده مع حكي ميديا، وكالعادة رصد لأبرز ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. في العام 1997 أطلق المخرج والممثل الإيطالي روبرتو بينيني تحفته السينمائية الحياة حلوة لا فيتا بيلا، الذي حصد عشرات الجوائز من ضمنها الأوسكار لأفضل فيلم وممثل. كان الفيلم يتحدث عن أب يهودي برفقة طفله الصغير يوشع قضى ضمن ما سمي بالهولوكوست النازي في أفران الغاز، لكنه طيلة أحداث الفيلم وطيلة الأهوال التي كان يقاسيها برفقة طفله كان يقنعه بأن جميع ما يشاهده من أهوال إنما هو لعبة يلعبونها معا، وعندما سيفوزون سيحصل الطفل يوشع على جائزة كبيرة وهي عبارة عن دبابة حقيقية. الطفل اقتنع باللعبة وتماهى معها طوال مدة الفيلم، وانتهى الفيلم بإعدام الأب ونجاة الطفل الذي قال عندما كبر أن ذلك كان أعظم هدية قدمها أبي لي. من الأفلام العظيمة بلا شك. إخفاء الموت والألم عن الأطفال بهذه الطريقة منبعه بلا شك الحب المفرط، لكن يعني أحد أهم النقود التي قيلت وقت ذاك عن هذا الفيلم كانت: هل يمكن فعلا أن يقوم أب على أرض الواقع بهذا الفعل النبيل؟ هل يمكن أن يصمت؟ خاصة أن الفيلم صنف في فئة الكوميديا. ولكن للأسف معادلة الضحك مع الموت حدثت في سوريا هذه المرة. عبد الله المحمد شاب يبلغ من العمر 32 عاما، اضطر للنزوح من مدينته سراقب باتجاه سرمدة بريف إدلب بعد أن سيطرت قوات النظام عليها. ومن أفراد عائلته كانت سلوى طفلتها التي تبلغ من العمر 3 سنوات فقط. قبل أيام صور عبد الله ابنته في فيديو سيلفي وكان يستمعان إلى صوت القذائف والطائرات الحربية التي تقصف قريبا منهما، لكن الأب كان قد حول كل هذه الأصوات المميتة إلى لعبة تثير الضحك، بل تثير القهقة لدى سلوى الطفلة، ما جعل الفيديو حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية. دعونا نشاهد عبد الله وطفلته سلوى وهما يضحكان من صوت القذائف. اللي هي قذيفي؟ 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 ايه انا قصة جدا مضحك. طلعت. في بضحك ماو؟ قذيفي. في بضحك. في طيارة اللي هي قذيفي؟ 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 ايه انا قصة جدا مضحك. طلعت. كيف ضحك ماو؟ قذيفي. هذا هو الفيديو السيلفي الذي صوره عبد الله محمد مع طفلته كما قلنا، وهو من الفيديوهات الأكثر انتشارا منذ يومين حتى اليوم، يعني تداولته يعني جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ويعني معظم الوكالات العالمية، وكالات الأنباء والصحف الأجنبية. يعني أب يعني عم يضحك على بنته انه هذه لعبه، يعني شيء مزيج للاسف بين الموت والضحك، الموت والكوميديا، الكوميديا السوداء اذا صحت يعني هذا هو الواقع، بس هو عم يحاول يعني ما تكون عنده رده فعل، يعني تخاف اكثر او هيك، يعني للاسف هذا الواقع اللي عم نعيشه. طبعا ردود فعل كثيره يعني جاءت على هذا الفيديو، سنتناول بعضها الان. سابدا من اول التعليقات. عبد الخالق يقول: تاقلمت العائله المسكينه على وضعها الصعب وحولته لشيء تضحك به نفسها وتبهجها، لله درهم فإننا نشعر بما يشعر أو يشعرون. أيضا من التعليقات لرنا تقول: يعني هذا أب عظيم، قلبه مكسور من الحزن ومفطور من الألم، ويحاول أن يزرع الضحك على وجه ابنته، وهذا سلوك إنسان متعلم ومثقف لأنه يعلم مدى تأثير الخوف والقلق على نفسية الأطفال على المدى الطويل وربما مدى الحياة. أيضا من التعليقات تعليق لسلمة تقول: ضحكة ممزوجة بالخوف هي فطرة، أو هي فطرة مستحيل تكتسب، حسبي الله ونعم الوكيل. آخر التعليقات على هذا الموضوع لهالة تقول: عن جد ما حدا عاش خوف قد الأطفال السوريين، بنت أختي الرعد بتفكره صوت قذيفة، فجأة بتبلش تبكي وترجف وتصرخ حنموت، مع أنه عمرها 6 سنين بس للأسف يعني كبر أطفالنا يعني على الخوف. على هذه الأصوات وعلى هذه المنظومة أو هذا المنطق، منطق سماع الموت في كل مكان ورؤية الموت في كل مكان للأسف.
يعني مثل ما قالت اخر شيء هلا انه طفله عمرها 6 سنين صارت صوت الرعد بتفكره طيارة. إذا احنا الكبار لما اجينا حتى مثلا عم تشوف تسمع صوت طياره مدنيه كنا نخاف من قد ما انه في شيء مخزن بقلوبنا من الخوف للاسف. بس قد ايه بيحتاج قوه وتحويل الالم والخوف لشيء مضحك، فعلا يحتاج الى قوه كبيره، ويا ريت يعني يقدر باقي الاباء انه يحموا اطفالهم بهالطريقه. صحيح صحيح، تحيه فعلا شيء مانو فعلا تحيه لي ابدا، تحيه فعلا لعبد الله المحمد يعني الذي يعني ولو انه استطاع بدرجه قليله ان يخفف الالم والموت المحيط بهما في تلك المنطقه بريف ادلب على هذه الطفله الصغيره.